A ver. نبدأ إن شاء الله. ردد ورائي واللي ما قراش المرة دي يقرأ إن شاء الله الدور الجاي. الدرس التاسع. تدريبات على التنوين وأحرف المد الثلاثة وحرفي اللين. همزة فتحة ألف سكون ميم فتحة ما آمة نون فتحة نا آمنة همزة فتحة ألف سكون واو فتحة ألف صغيرة و آو همزة فتحة ألف سكون نون كسراني آني يا فتحة يا آنية تا كسرتين تين آنية تين همزة كسرة يا صغيرة إي لام فتحة ألف صغيرة لا إلى فكسرة في إلى في همزة فتحة يا سكون أي نون فتحة ن أين ب كسرة بي كسرى يا صغيرة به جيم فتحة ألف مجة همزة فتحة أ جاء جيم كسرى يا مجي همزة فتحة أ جيء جيم ضمة واو سكون جو عين كسرتين عين جو عين فتحة واو سكون خو فكسرتين فين خو فين فتحة يا سكون خي را ضمتين رن خير دال فتحة ألف سكون دا واو ضمة واو صغيرة داو دال ضمة دو داود ذا الفتحة ألف صغيرة ذا لام كسرى لي ذالي كاف فتحة ك ذلك را فتحة ر ضمة واو سكون ضو رضو
جيم فتحة ألف مد شا همزة فتحة أ شاء ميم فتحة ألف صغيرة ما لام كسرى لي مالي كاف كسراكي مالكي شيء طغى طغوا طيرا عاد على عين فيه قال قول كان كيدا كيف لوح لام فتحة يا سكون لي سين فتحة ليس ميم فتحة ألف مد ما لام فتحتين لن ما لن نارا ماء ويل يوم يا فتحة يا را فتحة را يرى ضم واو صغيره يراه ح فتحة ألف سكون ح سين كسراتي حاتي دال كسراتين دين حاسد حافظ دافق شاهد عابد